دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حيي أبهى فالأفاضل زار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وارفع بواو وانصبن بالأليف وجرور بياء ما من الأسماء صيف. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرد ذا الإعراب أن يضفن لا، للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا. بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا. كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. وتخلف الي في جميعها الأليف، جرا ونصبا بعد فضح قد أليف. بسم الله الرحمن الرحيم. وارفع رفعي بواو ووك رفعي، وانصب النصب بالألف ألفك النصب، وجرور جر بياء يأك جر ماك من الأسماء كي أسماء كترسا أصف عن صفين يأم أن شيئا. من ذاك كاوح كترسن ذوبا كترسن، إن أبان هدو عدي صحبة صحبة هدو عدي. والفم با كترسن، حيث ما شاء الميم ميم كبانا وفقاذ منه إساق حقي سأوك فقاذي. أب با كمذا، أخ با كمذا، حم با كمذا، كذاك كاوح لمذا، وهن با لمذا. أما كذا أب إيا أخ إيا حم كذاك أوكلوي، وهن كذاك أوكلوي. والنقص النقص في هذا كان لنقصاميو الأخير أقدم بايا أحسنوه كوناكسن يهي من إتمامه. ويندور النادر ويان نقصه في أب أبك نحذي سئي وتاليه لبضى الراعي. وقصرها قصرين تودا أيا أشهرك عانسا من نقصهن النقصين تودا. وشرد ذاك وحلو شرطيا الإعراب إعرابك أن يضافنا إلا إضافيو، لا للياء يأس أن لا إضافين، كجاء وحي يمد أخو أبيك أبها ولالك أيا يمد ذعت لا إن سرين إصغى صاحبة. ارفع الرفع المثنى مثنها بالألف كل رفع، وكلان الرفع يو ألف كل رفع، إذا وصل مركا للحريريو بمضمر ضمير مركا للحريريو مضافا كيو لإدافيي، لذلك ضمير لو إدافيي. كلتان كذاك كاسو كلويي، اثنان لفظك اثنان يا واثنتان لفظك اثنتان، يجريان ويدرر سنة يان كابنين يا وابنتين، ابنين يا ابنتين وكلا يقوى. وتخلف خليف بين قوني الياء يأذي في جميعها كون دمانتو ذا الألف ألفتي خليف كنقن، جر حلق جرك يا والنصب حلق نصبها بعد فضح فتحد بذي بي خليف نقن فضحها أو قد أليف الأقاذي. وحين علم إن شاء الله عشر كينا لبيو تبناد إيه كتابك خلاصة دا إنو كبه لابن دونا بيتك تدبي اللباتناد، بيتك وحينو كبه لابن إنا تدبي اللباتناد. وارفع بواو وانصبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء صيف. انت هدبا إنان دحق لين كتابك وحن دون إنا عشر كينا إن شاء الله يطولي عد صو معنى يساعيين ربنا عشر كينا عد صو صارتا أيان دون إنا إن شاء الله. أي شيخ عامر؟ نعم. الرفع قذال مياتري
waka wakiilka waa inaan ku darnaa haye sax جزاك الله خير بيتك صدح يا لاتنات والرفع والنصب جعلني إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب عين نري إعرابك إم سوق يبسم سمي عين نري ما دام أفرها أفرت إم سوق يبسم يان كل كبيت كاسي صدح ذا قيبض محوك هذا ليا أوكي والله بدي مشترك هاي والله بيو طبعا قيبض نقانا يا سيدي بي لبيو طبعا قيبض نقانا يان رفعي النصب بوشاخ وشاقين صح صد حوي لحوي لبيه طبعا لبيه طبعا تسالا لوغا باهنا مخو كاني ماركا هل ام الله بواسف يا عنوي ما شاء الله والرفع والنصب جعل اعرابا الرفع محل اعراب يا مفعول اول مثل مفعول ثاني مفعول اول سمحوا اجعل اوغا قدمي اجعل نون توكيد بي وضتا نون توكيد كوحا وطانا كما عمل فلا وحكو الرئي وضرورة ضرورة شعر بين نراسة وماها مفعول ثاني جيمي اعرابا وي سفيعا نحو لن اهابا محان اعرابي كرنا نحو لن اهابا اقول امرك اعرابا عن سنرا هاي ما جملة دردن بمضاف إليه هي مثل مفرد نما يضع أبي مضاف إليه نقول إيسا حكاية سقست اللفظي قست اللفظي باكو دعايا جزاك الله خير شكرا شيخ أن علم وحي إنه إسكوغين وغير ما ذكر ينوب بين شلي صانري قاعدة مهمة بيا هاي وغير ما ذكر ينوب غير ما ذكر ينوب وحوي معنيه يقول wax kasto la rafciinayo damaha lagu rafciyay inuu soo niri wax kasto la nasbinayana fathaha lagu nasbiyay inuu soo niri wax kasto la jirayana kasraha lagu jiray inuu soo niri wax kasto la jazminayana sukuna lagu jazmiyay inuu soo niri hadaba wixii sida khilaafa wa ghayru ma dhukira yanubu baynu wa naib naibu noqonay wa sida khilaafa waxaynu shalay soo xalay cashirkeenii hore soo tilmaanay harakaadka naib niyabigi inay toban yihiin ضمضة أو أصل صدح باء وكيل كان قضي وو إيه ألف يثبت النون فتحضنا أفر باء وكيل كان قضي كسرها نلا باء وكيل كان قضي سكون كان حبيت باء وكيل كان قطي واتبا طبعا كواح الله قيبين يا تضبا باب تضبا باب شن وحويا أسماء ذا لبنا وحويا أفعاشة شن تأسماء ذيه واسم مفرد ما لا ينصرف يجمع تكسير ما لا ينصرف يا اسماء الخمسه يا مثنى يا جمع مذكر وسالم شنتاس ايغو اسميا ايو هدانا اعراب كوغا او نيابي غلا او نائب علامه نيابي ايا غليسا اما نائبا فعلده لبا ايا اسن نيابي غلا waxaa weey labada uu نيابي غليا افعال الخمسه كلو يقان ايو معتل الاخر كلو يقان لبداس ايا غليان تدبدا باب ايا 10 علامه loo qaybinaya oo halkan aynu ku arki doona waxa daba culimadu yiraahdeen todobada baab shan waa ismi labana waa ficil ya mudan in la soo horaysiyo ma labada ficil baynu soo horaysiina oo amsilatul khamsiyya mu'talul akhir baan ka hadalnaa mise shanta ismi baan soo horaysiina ismi iyo ficil ya mudan waxa la ogaaday inuu mudan yahay shanta ismi in la soo qadimo labada ficil dib inoogu dhiga oo ismiga ayaa ka sharaf badane اسمك هل سوق قدمه أيا ليري اسمك
هل لسو قدمو شنتي اسمي مركي لسو قدمي شنتا اسمي لباي اقايب سمين وحرف او حركة وكيلكي هاي ايو وحي حركة حركة وكيلكات هاي لبدا سو قايب سمين هدينو اسماء الخمسة سو قادنو اما اينو مثنها سو قادنو اما اينو جمع مذكر سالم سو قادنو صدح دا أسماء الخمسة هي مثنها هي جمع مذكر سالم صدح ذاب حرف با حركة وكيل كان قنية حرف أي حركة وكيل كان قنية هذا سوق هذا النل بذا ما لا ينصرف ومفرد كما لا ينصرف كأ هي جمع تكسير كما لا ينصرف كأ حركة أي حركة وكيل كان قطة ولا بذا ما لا ينصرف مركل لجريو كسر لجوم جري فتح لجوم جرا فتح ذاسي وحي وكيل كتهاي كسره وحركة حركة وكيلكا ما دام شنتي اسمي صدحنا أو حرف حركة وكيلكا نقول إيوه لبنا أي حركة حركة وكيلكا نقول إيسو يا مظن إن لسوه الرئيسيو ما قيبت حركة أي حركة وكيلكا كتهاي مش قيبت حرف أو حركة وكيلكا كيهاي وعلى الواحد مظن إن لسوه الرئيسيو قيبت حرف أو حركة وكيلكا نقول إيوه حرف أو حركة قيبت وكيلكا كيهاي وعلى الأصل في النيابة الحروف الأصل في النيابة الحروف قاعدة تناهضة تيو التي حقلين ايو اي نوح حرفك او حركة وكيلك كان قون ايو هل سو قدمو نيابة أصل وحا وحروفتا وحا حركة اي حركة وكيلك كتهين وخلاف الأصل باليلة نيابة الحركات خلاف الأصل باليلة سببت خلاف الأصل او تهي ايادو اسكيد بيبا أصل واحد حركة اهان مركا لو ايغو محان نيابة قليي مركا حركه حركه وحي وكيل كان تاي واخ خلاف الاصل وحن مدن هدبا شنت اسمي ان لسو هريسيه ايو وحا لسو هريسينه يا صدخ دي حرف كو حركه وكيل كا اها سيده مثنها ايو اسماء الخمسه هي جمع مذكر سالم لبدا ما لا ينصرف مفرد كيه جمع تكسير كديبي نوغو دغا حركه حركه وكيل كان نقطه صدخ دي مركا لسو قديمي حرف كو حركه وكيل كا اها صدخ دا يا امدن ان لسو هريسيه ما واحد مظن إن أسماء الخمسة سوه الرئيسينه، مسوا واحد مظن إن المصنّه سوه الرئيسينه، مسوا واحد مظن إن جمع مذكر سالم سوه الرئيسينه، حاجة مضنّة مركّل لقى هذا يصدق ذا، وحال اللي واحد أقوم مظن مركّل ضمّ وكيل لقى النقانة يا، كوا وجو وكيل ككان نقضي، مركّل فتح وكيل لقى النقانة يانا، كوا ألف كوا وكيل نقضي، مركّل كسر وكيل لقى النقانة يانا، كوا يأذ وكيل كيهاي. وحال يريد ضمضة أصل وحا أوغا أوغا إنو نقضو فتحهان ألف كو إنو وكيل كان نقضو كسرهان يأذو إنو وكيل كان نقضو رفع ذي مركي لجيميد جميعي مذكر سالمي أسماء الخمسة بأي سسو أكفر يستي جميعي مذكر سالمي وحو يريد آنقو هاد ووبا أيا رفعي ضمضي وكيل كا أسماء الخمسة وحو يريد آنقا لفتر كي قبا ووبا وكيل ضمضة كا كل جمع مذكر سالم يا أسماء الخمسة لبدو ذي بوو أياد ضم وكيل كان نقضي لكن مصنه هو حريو ألف بادي ضم ذا وكيل كا كاسوا خلاف الأصل لم يسوي قديم يو حاجة كسرها كسرها مركل إيجانا أسماء الخمسة يا جمع مذكر سالم ويسن مين أميت كستبوح ويرد أنا جوحة وكيل إجاء أو كسرها يجي كا ي ورصيد الله بحنا هل كان ويكوك اللي بيحويين مركي قاد ضادي الإيجي نصبه أيام اللي يمد نصبها مركل اللي يمد أسماء الخمسي وحول فتح ذي وح وكيل كان نقضي أنا قد أحد إذا ألف جمع مذكر سالم نيأبا وكيل نقطي هل كايا خلاف الأصل هذا جمع مذكر سالم بخلاف الأصل إلا إن مركل للنسبين يي فتحها وح حق وها إنه ألف وكيل كان نقضه أسماء الخمسي بس أبوذي أسماء الخمسة أم بالله بالله بكرا وأقوم مظن إنه هذا عشر كالكا باللونه وعدنا عدنا عكستيس أبوح سيدي لنا عكلها دين لأيغو وحل يريد هذا أسماء الخمسة إيام مثنها إيام جمع مذكر سالم وحاقوا مضان أسماء الخمسة إن الله الرئيسي حق طبعي أهان أيو كور وضعي أهان بكور وأسماء الخمسة هو مفرد وآبا قرى أما والعال قرى لكن مثنه هو اللبا اللبا آبا أما اللبا والعال جمعنا وجمع بضان وآبيال بضان أما والعال بضان دي مفرد كا كور مثنها إيام جمع أبا لبدنا عمرك الله إيجو لبده بوح مظن إن أسماء الخمسة اللي سوق قديمه شيخين وأسماء الخمسة بهذا بس سوق قديمي إسقوا النكت كا إيجية ولماذا قاركود وحيد هذين قيبت حركة أي حركة وكيل كا هيد هذين اللي سوق قديمي لها نكت الله هيا أرنا إسا
xarakada asalkii ah haday xarako wakiil ka noqotay iyada lafteedu munaasabad weyn lagu soo qadimi karo waxay culimadu yiraahdeen annukaat la tatazaham bay yiraahdeen annukaat la tatazaham nuktooyinka iyo qodobada muhiimka ee wax lagu kala qadimaa isma ciriiriyaan waxba nuktooyinku isma ciriiriyaan waxa laga yaabaa kaana in nukto loo helo kaana in nukto loo helo kama anna al-anwaara la tatazaham bay yiraahdeen sida iftiinkuba una isku ciriiriyin hadda halkeen hadii guluub lagu xiro oo iftiin weyn uu inagaga soo baxo oo wada gaadho masaajidka guluub kale hadii halkaa lagu xiro iftiinku isma ciriiriyo iftiinka iyo iftiinkaasi is ciriiri maayaan way iskordhinayaan way iscaawinayaanuun kolka annukaad laa tatazaaxam kama anna al-anwaara laa tatazaaxam aynu haddaba asmaa-ul-khamsaha eegno asmaada asmaa-ul-khamsaha la yidhaa waa la wada garanayaa waxaan filayaa waa la wada garanayaayo silsiladeennii hore waynu ku soo wada marnay waa ereyga abuuka ah iyo ereyga akhuuka ah iyo ereyga xamuuka ah xamuuki ah iyo ereyga fuuka ah iyo ereyga duu maalin waa shanta ah shanta magac ayaa la yidhaahdaa asmaaul khamse culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen asmaaul sita yidhaahdeen asmaaul sita oo xabad lixaad bay ku dareen xabadda lixaadna waa hanuunka hanuunka haddii lagu daro lix bay inoo noqonayaan shantii iyo hanuunka waa lix qodob lixdaa magac waxaa la arkay xilliga ay faacilka yihiin ay wax samaynayaan ama ay mubtadaha yihiin ama ay marfuucaba yihiin in wow lagu rafciyo waxaa kaloo la arkay marka la nasbinayo iyaga wax lagu samaynayo in alif lagu nasbiyo waxaa kaloo la arkay markay majruurka yihiin ee xarafka jaar ka hormaro ama mudaafku in ya lagu jiro masalan aabuhu hadduu yimaado wow mooye wax kale ku dari maysid jaa'a abuuka unbaad odhan ilan waa faacilo imaatinka isagaa samaynaye aabbaha haddii la arko ilayn isagu waxba ma samaynayo waaba la arkay oo waxba aragti baa lagu sameeyeye alif mooye wax kale khalad buu noqonayaa ra'aytu aabaaka aabbaha haddii xaraf jaar lagu daro ya mooye wax kale khalad buu noqonayaa can abi hurayra haddaba qaala abuu hurayra samictu abaa hurayra ee can abi hurayra marna abuuda unbaa saxa marna abaada unbaa sax ah marna abiida unbaa sax ah mar wowgunbaa saxa marna alifkun baa saxa marna ya'dun baa saxa waxaad ku kala garanaysaa marka uu wax samaynayo wowga un baa saxa marka wax lagu samaynayana alifkun baa saxa marka xaraf jaar ama mudaaf uu galo ama uu ku cadfan yahay majruur taabicu u yahayna ya'dun baa sax ah waa asmaaul khamsihi ama asmaaul sitihi icraabkiisa laba madhab baynu ku kaaftoomi doonaa laba madhab laba iyo toban madhab baa ku jira culimmadu waxay iskugu khilaafeen asmaaul khamsaha icraabkiisa laba iyo toban madhab laba iyo tobanka madhab ee asmaaul khamsaha icraabkiisa ku jira madhabka mashhuurka ah iyo madhabka saxiixa ah labadaa madhab baynu soo qaadan doonaa walow sheekhu uu keeni doono saddex madhaboo qaarkood ku jirana uu keeni doono labadaa madhab baa si toosa halkan hadda inoogu qoran saddex kalena uu keeni doonaa ilaa madaahib shan ah ayaa markaa kitaabka cashir uu ka hadli doonaa warfac rafci ereyga rafcaha af soomaali looma yaqaan rafci uun inaad tidhaa mooyaane wax kaloo tidhaahdaa waa sharax warfac god haddaad tidhaahdo godaalku waa damaha rafcuhuna damaha wuu ka ballaadhan yahay warfac rafci biwaawin wow ku rafci warfac biwaawin wow baa lagu rafcini ba'daa yari waa aaladii aallay ku jirtaa waxaa la yidhaha katabtu bilqalam ama qatactu bisikiin ama nadartu binnadaara baa la yidhaahdaa wowgaa yaree biwaawin ba'da ku jirtaa waa ba'da aallada gasha qalabka wax lagu isticmaalo ayaa lagu daraa hadda wowgani waa aallo aynu wax ku rafcinayno warfac rafci biwaawin wow ku rafci wow baad ku rafcin marka la rafcinayo wow un baad ku rafcin wansibanna nasbi oo nasbi bil alifi alifku nasbi alifkani waa aalladii ba'dan ku jirtaa waa aalladii oo waxa lagu nasbinayaana waa alifka wajruur jar biyaa-in ya ku jar marka la jarayana ya baa lagu jari maa kii jar min al asmaa'i asmaada isagoo ka tirsan asifuhu an sheegayo waxaad jartaa buu ku yidhi ka isagoo asmaada ka tirsan aan kuu sheegayo haddaan kuu sheegayaaba oo halkuu ku sheegayaa beytkan soo socda haddaba toddobadii baab ee niyaabiga ahaa waxaynu ognahay labadii ficil wuu inaga saaray maa min al asmaa markuu yidhi min al asmaa ficiladii baa inaga baxay asifu aan sheegayo markuu yidhina
كوشيغا يوا أسماء الخمسي أو أفرتي كلاي نقبحي أسماء الخمسي بو هذا الكاب اللابي لبا أجيدو أقب اللابي نوينو شيغني مركا للرفعين يوا وو مركا للنصبين ينوا ألف مركا للجير ينوا ياء وحضرنا جاء أخوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك أخوك أخاك أخيك بعض النساء أخ أو ولالك لو يغانا واسم من الأسماء الستة أما اسم من الأسماء الخمسة ساسين أقول واقعنا وكبع الشيخ بيتك مذهب كان هدبا متنق أو شيخ كقهد لي ما مذهب كصحيح مستوى مذهب كمشهور ومذهب كمشهور كأبالي لهذا مذهب المشهور وي كأرانا يا أسماء الخمسة هو قال لقو رفعيي أو ألف قال لقو نسبيي أو يأذى لقو جري والمذهب المشهور وي ستوس أيو شيخين منطوق وقال لقو بيد إذل أيو مذهب كاكو عديو كقيحي ولو كتاب كتسهيل كليلا مذهب كصحيح أبو كراعي مذهب كصحيح وحليا هاي حركة دي أصل كأهي تطي صور تقلت هاي وحلو قال لي حضا واخلط إنا تكلي حتى حركة دي أوتي لهذو أسماء الخمسان جاء أبوك أبوك إمك إنا تلي ويبان كن رفعين يا لو مباهنا أبوك واحد رانا يساوا مرفوع علامة رفعه وضم مقدرة على الواو ضم لقو قدر يو وقدوش يسا ضم ويقال لقو قدر يا عيا علامة رفعه واحد رانا يسا رأيت أباك مركة لا مذهبك صحيحة أباك ومفعول به منصوب علامة نسب فتحة مقدرة على الألف مركة لا مررت بأبيك أبي ذا سوى اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسر مقدرة على الياء ضم مقدرة على الواو هي فتحة مقدرة على الألف هي كسر مقدرة على الياء مذهبك صحيح إيه ومذهبك سيبويه وكتغي جمهور تبسريين تنا أيقاتين شيخين نينا كتابك تسيلك وكتسحيحي ويسوى ولي بنا السبابين أيا أولا لأن الحركات هي الأصل فلا يعدل عنها مع إمكانها حركة أيا أصل إن لقال ليحظة إيادو سورتو بيسا سورتا قل ما هبو ليه أو إلي تسيلك مركو مريي لكن شرح تسيلك مركو مريي مذهب كان مشهور كأبو إشاري وشيخ هذا الكيسي مطنق إيا شرح ويرك لبيرين ووحو لشرح تسيل كمركو مريي إعراب أسماء الخمسة بالحركات أسهل وأبعد من التكلف بويري أسماء الخمسة إن لإعراب حركو أيا أسهل وأبعد عن تكلف تقدير إيضا أيا فضط واسدن هذا مطنق ألفياه وكو قري إن حروف تاوو قال لقو رفعي ليرا أما ألف قال لقو نسبي ليرا أما يأذى لقو جري ليرا تا أيا أسهل وأبعد عن تكليف تقدير وحنا كفوق يهي اسكلف دي وحبال لقدر يهي لرها تا أدبوغ فوق يهي بوشيخ يهي لبا مذهب أيينو هدبا هالكاكو هاينا مذهب المشهور ومتنق الفياد ودارتي إيا مذهب صحيح وشيخينو تسيلك وكو دارتي لبا ده مذهب دير رقي سيبو ليهي أو رقبو ليهي أو نصرين أيا أو كهضل أيا أو سببين أيا أو دليل دي سيشيق أيا بيت كان هدين علم إعرابنو وارفع بو شيخو جري رفعي وافعلو أمر إريغان إرفعيه فاعلك يسوا ضمير قرصونو أنتا مفعول به قيسي وماذا حق ضمبتا الله أي تنازع باجرة وانصيبان مركل إلى وانصيبان انصيبان وافعلو أمر فاعلك يسوا ضمير مستطيلو أنتا مفعولك يسي واما ماذا سألقو تنازع أيا كالله رفعين أيا واما أغا. ما من الأسماء أصيف بالله رفعين أيا كل النصبين يانا وأماغا ما من الأسماء أصف بالا النصبين يا كل الجير يانا وأماغا وجرور بيا إن ما من الأسماء أصف صدح ذا فعل فعل أمر إرفع ينسب النئي وجرور صدح ذا فعل أمر بمفعول أهان وحي أربان ماذا سمفعول متكستبك لغا إسليه تنازع يضوض أياق علي بابك تنازع أي إنوغو إمن وحلقو حق سيي او شيخين او راعي الى لبا مذهب باكو جيري مذهب الكوفي يا مذهب البصري باكو جيري لبا مذهب كا اختيار كا افضل كا اي كو ايسكو هيستين شيخين و خو راعي بصري او جرورتا لا سينيا او جرور هذا او جرورتا ام با ماذا ام با كو عمل فليسو مفعول كا دغاتاي ارفع ده وها كا حذفن ضميركي ارفعه انسبنه وها كا حذفن ضميركي انسبنه
labada ba huuba ka xadfan irfacda iyo insibanna labada ba huuba ka xadfan mid kasta huuba ka xadfan waxaynu ku garanay inuu sheekhu basriga raacay oo ujururta uu ku amal siiyo mafcuul uga dhigay de kuwa hore hadaan lagu amal siinin fadladooda waa la xadfi jiray mansuubkooga iyo majruurkooga waa la xadfi jiray xadafkaas ee daliilu ah hadii imika irfacda uu ku amal siin lahaa wansibannada lagama xadfin maxaa loo odhan lahaa warfac biwaawin wansibannahu bilalif wajrurhu biyaa'in labadan dambe damiir baa la socon lahaa haddii irfacda hore ay mafcuul ka dhigan lahayd haddii ka dhexe uu mafcuul ka dhigan lahaa oo wansibannadu hadday iyadu heli lahayd ka horena waa laga dayin lahaa oo sidaa uu yahay baa loo dayin lahaa ka u dambeeyana ha baa lagu dari lahaa oo waxaa loo odhan lahaa warfac biwaawin wansibanna bilalifi wajrurhu biyaa'in haddii wajrurhu daa ha'da aan ku arki lahayn waxaa la fahmi lahaa inuu ku camal falayo maaga insibanada dhexda ku jirta waynu arkayna tanaasucayna inoogu iman doontaa warfac rafci maa kii rafci min alasmaa'i asmaada kiyoo ka tirsan asiifu aan sheegayey wansibannanna ee biwaawin wow ku rafci wansibanna nasbi maa kii min alasmaa'i asmaada isagoo ka tirsan asiifuhu aan sheegayey bilalifi ku nasbi wajrur jar maaka min alasmaa'i asmaada isagoo ka tirsan asiifuhu aan sheegayo biyaa'in ya ku jar wajrur biyaa'in maadaasi waa fii maxali nasbin ama nakiro mawsuufa aan ka dhigno ama ismi mawsuul aan ka dhigno min alasmaa marka la eego mintu waa xaraf jaar alasmaa waa ismi majruur ah hamsihiisii waa la xadfay lidaruurati shicir baa loo xadfay lama odhanayo waa qasab in hamsaha la xadfaa oo sababtu waxa weeye aan hamsaha qasab loogu xadfaynin waxa weeye labada hamse xarakadoodii baa kala baydhay oo min alasmaa'ina hamsaheegu ka suruusitaa asifuda dambena hamsaheegu fadxuu sitaa kol hadday labada hamse xarakadoodu kala baydhaan xadafku qasab ma aha daruuraa keentay baynu odhanaynaa min alasmaa'i xadafkaa daruuro ayaa keentay baynu leenahay waxay noo muuqda kolkaa maadu waa mafcuulun bihi min alasmaa'i jaariya majruurku waa bayaan waxaa lagu bayaaminayaa maada maadaasaa la bayaaminayaa qaacidaa lahayd idaa taqadama albayaanu min almubayan ucriba bilxaal hadduu bayaanku ka soo hormaro mubayanka hadduu ka hormaro waxaa la icraabaa xaal baa la icraabaa bay qaacida odhan jirtay idaa taqadama albayaanu min almubayan ucriba bilxaal hadda sifo ayaan ka dhigaynaa maada laga sifaynayo markay maadu nakiro tahay ama waxaynu ka dhigaynaa xaalo maaga laga xaalaynayo ilain qaacido kale ayaa odhan jirtay aljumalaad washibuha bacda nakiraati sifaatun wa bacda almacaarifi axwaalun haddii maada macrifo laga dhigo waa xaalo ilain waa shibhuljumle eh haddii maada nakiro laga dhigana waa sifo ilain waa shibhuljumle eh jumlo iyo shibhuljumlo kolba waxay daba dhacaan baa la qiimeeyaa hadduu nakiro yahayna sifuu noqon hadduu macrifo yahayna xaaluu noqon ereyga asifu waa ficil mudaaric waxaa loo reebay gabayga dartii waa marfuuc faacilkiisu waa ana caa'idkii waa damiir maxduuf ah oo asifuhu bay ahayd asifuhu gabayga dartii baa loo jaray waa kii iska banaanaan jiray ba in caa'idka la jaraaye asifuhu buu ahaa jumladan asifuhu ah ee ficilka iyo faacilka iyo mafcuulkii ihi waa fii maxalli nasbin sifatu maa in kaanat maa nakiratan mawsuufatan bimacnaa shay-in ama laa maxala lahaa min alicraab silatu maa in kaanat masma mawsuulin bimacna aladii wahumaa fii quwati almushtaq kamaa fi lqaacidati almuqarara warfac niyahow rafci biwaawin wow ku rafci oo wansibanna nasbi bilalifi alif ku nasbi oo wajrur jar biyaa'in ya ku jar maa kii jar min alasmaa'i asmaada kiyoo ka tirsan asifuhu aan sifaynayay ama aan sheegayay bal aynu eegno sheekhu halkuu inoogu sheegayo haddaba aynu eegno waxyaabaha uu sheekhu inoo ballan qaaday inuu sheegayo waa kuwan asmaadii asmaa usitaha ahayd min daaka kaa waxa ka tirsan min daaka kaa aan sifaynayo waxa ka tirsan duu ereyga duu ah ayaa ka tirsan duu kelmadda duu ihi wuxuu sheekhu ina leeyahay asmaa usitaha ayay ku jirtaa min daaka kaa waxa ka tirsan duu ereyga duu abaa ka tirsan in abaana hadduu caddeeyo suxbatan suxba hadduu caddeeyo ereyga duu ihi markuu bimacnaa saaxib yahay ayuu ismi asmaa usitaa ama ismi asmaa ulkhamse aya noqonayaa haddaba shardigaa uu sheekhu ku xidhay in suxbatan abaana uu yidhi in suxbatan abaana
إريغا صحبتني وا مفعول به فعل با كحد فن انت يا صحبه دخدودا اما هو سو قديمي با دورنيسايو ابانه اون بو كسو قديمي مفعولك ان ابانه صحبه بو اها ان ابانه صحبه هذو صحبه عديو معنيه سو بمعنى صاحبي هي اف عربي وا لا استعمال ادودو الى لبا سيود با لو استعمالا مر بمعنى الذي با لو استعمالا ادودو الذي بي لا معنى تهي مرنا بمعنى صاحب با لو استعمالا ادودو بمعنى صاحب بين نقطا لبدن تصاله او كلا فيرسو وحد ورنيسا جاء ذو قام هذا جاء ذو قام مركان الى جاء ذو قام ذو داسي ما ها اسماء الخمسه اما اسماء السته وايو بمعنى صحبه ما هي والذي جاء ذو قام جاء وحي من ذوكي قام كعي الذي قام هدي ذو ده لما صحو والذي لغو بدلو صحب نقونيسا جاء ذو قام جاء الذي قام اي نقونيسا جاء الذي قام ذو داسي وا بمعنى الذي أي أصو أرورتي أو الذي بيبوس كي دقيسة جاء ذو قامة وحين أركينا هذا علمه حضان إلى هذا جاء ذو علمنا جاء ذو علم إريقا ذوئه وبمعنى صاحب واسم أسماء الخمسة ما اسم أسماء ستاء جاء وحيمد ذو علم بايمد قف علم أصاحب وبمعنى صاحب معانكو كالقرطا ذو ذا بمعنى صاحب كا إيا ذو ذا بمعنى الذي جاء waxaa lagu kala garanayaa haday bimaacna saaxib tahay ficil baa daba dhaca sida haday bimaacna ladii tahay bimaacna ladii ficil baa daba dhaca sida jaa adu qama duuda qama ayaa daba dhacday waa aladii markaa hadii ay bimaacna saaxib tahay ismul jinsi mudafun ilayhi yaba daba dhaca sida jaa adu ilmin oo kale min dhaaka ka waxa ka tirsan du lafdiga du ayaa ka tirsan in abana hadu cadeeyo صحبة صحبة هذو عديه وإنه بمعنى صاحب هاي مركا أسماء ستي حبيت بوينوش يا جاي والفم إريج فم كأيا كترسن ومن ذاك الفم بيكاد جنتاي والفم إريج فم كأيا كترسن حيث ماشى الميم ميمكو بان أوفجادي منه حجي سأوكفجادي أما وعد هذا يكاد إرادي وحالك النشيخ إنوش يا جاي إريج فم أيا إسنا أسماء ستاء أما أسماء الخمسة أو إريج فم أمرك الله رفعين يوو بالله جو رفعين مرك الله نصبين ين ألف بالله جو نصبين مرك اللي جري ين يأبى اللي جو جري أولن ميس جاء فوق هذا با إلا هذا جاء فوق ترى هذا تعبير كله قد أيا خلدم يو أفقا جيب يميت بين قنا إساعي هذا فوق بعضرا هذا كان فوق وأفقا جي غسل فاق بعضرا أفقا جميل نظرت الى في كبادون افكاغان سي ايغي حدبا اريغا فو ايي واخ ماركا لا رفعينيا وو با لاغو رفعين ماركا لا نسبينينا الف با لاغو نسبين ماركا لا جيرينا يا با لاغو جيري وانا مذهب كمشهور كا سيدينو اوغناهي صحيحه ايا كسو هورجيدا او اورنيا ماركا لا رفعينيا ضم مقدر على الواو ماركا لا نسبينيا الف فتحه مقدره على الالف ماركا لا جيرينا كسره مقدره على الياء فوضها فمك هذا بشرط ما كحرا شرط يا شيخ كحرا إنه وعدي أو وحيري حيث الميم منه بانا وحيث ماشى الميم ميم منه حقي سبانا وكف هذا وكدير هذا بانا شيء كدير بالي بانا ودير هذا قبلنا مرك مرصد حاض لفورا أيال ورنشر يبينونا بينونا وحوي أما باينة وحلي له هذا مرص وبانا ذا اسم جاي فاعل أما مصدر كيجي بينونا ومصدر بائننا واسم فاعل وبانا ذنون بيكتمد قبرنا واحد بينونا لو يرى أما بائنا لو يرى هذا ننكي بيكفو قاتي أو سفضود أمام هرسان كرأيو أما سفضود ريرو كما ديغان كرأيو بانا وو عدادين ولا يرى هذا بانا وو فقادين ولا يرى هذا هدا فقان شيء نكو معنين إنا بانا ذين ميمكو هكفو قاتي هدا بفهمك إريق فهم إيه ويونا ميم قادا ننبو جيدا شرطيقا سيونا ميم سيداني وي فمكو إساغو أفأ وإنو بلا ميم يهي محالو رانا يا فوكا فوكا وبلا ميم أما فاكا فاكا وبلا ميم أما فيكا فيكا وبلا ميم ساسينو قد واقعنا لكن هدي إريق فم إيه وميم ستا سيدا نوكالي أسماء ستا إيا أسماء الخمسة تونا ما أها وو إيا ألف إيا يأتونا لغو ما إعرابو حركة ظاهرة أبا لغو إعرابا يا أو أصل كيبو ديبو قلنا قونا يا سيدا هذا فم إيا رأيت فمن يا غسلت مررت نظرت الى فم نظرت الى فم وادركتها دعويه ان تزهو بها
أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار.